اجنحه الدجاج بالسباكيتي. الاكله دي بحترمها احترام غير طبيعي، بحترمها احترام غير طبيعي، لان انا من عشاق اجنحه الدجاج، من عشاق، بس اعملها صح، اعملها صح، من عشاق اجنحه الدجاج، فانا بحب اعملها بمزاج بقى. هنشوف مقاديرنا. طبعا المخرج بيقول لي احنا عندنا في بيتنا لما بنطبخ الفرخه بنرمي الرقبه وبنرمي الجناحه والكبد والقوانص اللي هو ابن ناس. فانا واحد من الناس اشبط في ايه؟ في الجناح والقناصه والرقبه. طلع يعني دول عشان ولاد ناس زياده عن اللزوم، يقول لك لا لا دي بتاعت الاكل للناس الفقراء. يا عم خلينا انا فقير يا عم وانت خليك انت غني. طيب مقاديرنا عندي اجنحه فراخ، مكرونه مسلوقه، طماطم وسماء. هو احتمال الغي السماء، ممكن اديله بقى مكانه شويه صويا صوص، شويه اوسترا صوص، شويه دبس رمان، ولكن هنشوف انها في النهايه هنوصل لايه. ما هو في كاتشب، في كاتشب، بس ايه دخل السماء فيها؟ معلينا معلينا مش مشكله، بس انا ساعات بلاوش في الشغل في التتبيله. هنتبلها ماشي بالسماء، انت كده صح يا ست الكل، فوقتينا الله يكرمك. يبقى ادي التتبيله بتاعتي، عشان السلمانيلا اللي فيها الناس ما بتحبهاش دايما، ندي شويه خل ندعكها كده، لان ماده السلمانيلا دي فيها مش مرغوب فيها، ودايما بتعيش في حاجات كده اللي هي النيه زي البسترمه وزي جلد الفراخ والحاجات دي. بدعكها بحبه ملح وخل اهو، بضعف ماده السلمونيلا اللي فيها واغسلها. دي مهم جدا لحضراتكم. كده غسلناها اهي. لازم اعمل لها صدمه جميله تطلع كريسبي. ادي السماء اللي الهانم قالت عليه كده، بديها مزازه وطعم حلو. قوم بقى ايه، ادي ملح وفلفل اهو، حبه ميه طماطم كده معايا يا عمي، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو. خليها تبقى كريسبي. نخش بقى هنا شويه زيت كده، نقلب دي كده اهو. اذكر الله وصلي على الحبيب. ده جزر. الله 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 الله. اه يا نيابة، اه يا نيابة. عندي جزر، فلفل الوان. انا عامل كاتشب كتير، هات لي كاتشب. ادي بزلة، زعتر، مكعب مرق ظريف جميل حلو خفيف. وده كرومب اهو.
شويه شطه، لازم تاخد فلفل حراق فريش بدل الشطه. ما عندنا فلفل ده هنعمل بيه ايه؟ هنخليه العيد. شاف يا سيدي الفراخ، شاف بقى لما اتحمرت. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي، بهاراتنا الحلوة. وآدي انزل بالكاتشب. الله، حبة الفلفل دول آخر حلاوة، آخر حلاوة حسب الرغبة، حسب الرغبة. عايز الفيجيتابل بتاعي يكون مقرمش كريسبي. دي الاسباجيتي بتاعتي اهي. حبيبي يا سيدنا محمد، خلي الحاجة تستوي من تحت الفراخ. بص يا باشا، هوبا، الله 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 الله، الله.